بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة كلية الهندسة بجامعة الملك خالد، أهلا ومرحبا بكم في كورس السويل ميكانيكس. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن تجربة من التجارب المهمة في ميكانيكا التربة، وبالذات في الخواص الميكانيكية للسويل اللي هي الدايركت شير أو الشير بوكس. التجربة ديت عشان نجيبها أو عشان ننفذها لازم اولا تجيب عينة غير مقلقلة. يعني غير مقلقلة يعني جبت عينة من الموقع كما هي، ما ابتدتش الرمل مثلا ما تفرفتش منك. ما طب اجيب ازاي العينة المقلقلة دي او الغير مقلقلة؟ العينة دي بتكون مغلفة بالشمع، وببتدي اقشر الشمع اللي عليها عشان اطلع عينة مظبوطة. طب افرض انا ما قدرتش احصل على عينة غير مقلقلة من السول زي الرمل، ماشي، هنجيب الرمل بتاعي دوت وابتدي احسب له الاوبتيمم موتشر كونتنت، واحسب له الجاما دراي بتاعته، وابتدي اكون خلي بالك من النقطه دي، اكون تربه الكثافه بتاعتها تقريبا زي الكثافه اللي موجوده في الايه الموقع. هنعمل التجربه بتاعتنا دي ازاي؟ طبعا انا عندي ديت الخليه بتاعه الدايركت شير. الخليه بتاعه الدايركت شير ممكن تكون دايره زي اللي انتم شايفينها ديت، وممكن تكون مربعه، قطاع بتاعها دائري او قطاع بتاعها ماله مربع، ايا كان مش هتفرق معايا. هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي اركب الجهاز بتاعي زي ما انت شايف. الخليه كده ربطت الخليه كويس، وابتدي احط الجزء الاسفل اللي هيبقى عليه التربه بتاعتي اهيت زي ما انت شايف، وابتدي احط البليت ده عليه. ممكن احط بورس ستون، احط بورس ستون. ليه البورس ستون دوت؟ البورس ستون دوت لو الميه عايزه تخرج من العينه تخرج براحتها، لكن التربه ما تخرجش. يبقى هبتدي احط البليت دوت او بورس ستون. ممكن احط كمان فلتر بيبر، يعني ورق ترشيح لنفس الايه السبب بتاعنا. هبتدي احط السويل بتاعتي وابتدي احسب مين المساحه السطحيه. لو كانت دايره يبقى باي دي سكوير اوفر 4، او لو كانت مربع يبقى بي سكوير. حطيت العينه بتاعتي خلاص، ابتدي احط فوقيها مين البليت الثاني، وابتدي عايز احمل عليها زي ما انت شايف في الصوره اللي قدامك. اخد كل السل ديت واروح احطها فين؟ احطها في الجهاز اللي هيظهر قدامك دلوقتي. الجهاز ده عباره عن ايه؟ خلي بالك الجهاز ده عباره عن عربية بتتحرك من فوق او من تحت، يعني عبارة عن فكين. ما هو الفك ده والفك ده كده بقوا ثابتين، كويس. انت لما تيجي تبقى حاطط ده كده هتبتدي تفك مين؟ تفك المسامير ديت. ليه؟ لان المسامير ديت هي اللي خلى العربية اللي فوق او العربية اللي بتتحرك مالها ما بتتحركش. طيب دلوقتي انا هعمل ايه؟ هبتدي احمل على العينة بتاعتي ديت بنورمال فورس. النورمال فورس زي ما انت برضك شايف في الصوره ديت عن طريق رفعه، بتشوف انت الطول بتاع ذراع الرفعه عشان تحسب الاوزان، عشان تحسب الاستريسز او النورمال ستريس. النورمال ستريس بيساوي ايه؟ النورمال فورس اللي انت بتزقه على المساحه بتاعتي. طيب المفروض ان انا بعد ما بحط الاحمال ديت عندي فوق في بروفنج رينج او دايل جيج الاول بيحسب الارتفاع اللي حصل، لو حصل تغير في ارتفاع مين؟ العينه بتاعتي. لكن بيبقى في الافق هنا بيبقى في ايه؟ بيبقى في بروفنج رينج بيقيس لي الفورس اللي هزق بيها او هعمل بيها شير، مع الدايل جيج اللي برضك بيقيس مين؟ بيقيس الحركه الافقيه بتاعتي. طيب انا لما فكيت ديت وديت ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ طيب ايه اللي هيحصل؟ بص ركز معايا، دي بقت بتتحرك عادي اهي، فدي لازقه موجوده ديت في الايه؟ الجهاز. شوف انا بعمل ايه؟ بعمل شير، يعني بعمل حركه. الحركه ديت بفورس، فانا بقيس ايه؟ كل شويه بقيس الفورس ديت مع مين؟ مع الحركه الافقيه. افضل ابتدي ازود الايه؟ الحمل بتاعي لحد ما يحصل انهيار. حصل انهيار يبقى وقف. وقف كده ابتدي اعمل علاقه ما بين مين؟ علاقه ما بين الهوريزونتال فورس اللي انا عملتها ديت وما بين الايه؟ الهوريزونتال ديسبيسمنت، عشان اطلع منها اقصى شير قدرت تشيله العينه ديت. طب وبعدين؟ نفس اللي حصل في التجربه ديت هنكرره تاني، بس مع استخدام ايه؟ نورمال فورس جديده. يعني هجيب عينه ثانيه من نفس التربه طبعا واحطها وابتدي احملها بمين؟ بنورمال فورس، بس النورمال فورس ديت هتبقى زياده شويه، فبالتالي نورمال ستريسز ايه؟ هتزيد. وابتدي اروح فاكك مين؟ المسامير بتاعتي، وانا حاطط فين؟ في العربيه بتاعتي. فاللي يحصل؟ وابتدي اشغل الجهاز، اشغل الجهاز هوب اتكسرت.
ابتدي اعمل علاقه ثانيه ما بين الهوريزونتال وما بين مين؟ وما بين الهوريزونتال فورس والهوريزونتال مين؟ ديسبيسمنت. جبت ده وجبت ده، اعمل عينه 2 3. طب وبعدين هبتدي اعمل جدول، الجدول دوت كل ما النورمال فورس بيتغير الشير فورس وبالتالي الشير ستريس مالها بتتغير. 1 2 3 4 ابتدي اوصل نقط وابتدي اعمل خط بيست بيست اورينتيشن. بيست اورينتيشن لمين؟ للنقط اللي قدامي ديت. ليه؟ عشان اعمل الخط بتاع الانفلوب بتاع مور كولوم ايه انفلوب. منه دوت تقدر تطلع الشير سترينث بارامتر بتوعي. ايه هم الشير سترينث بارامتر؟ اللي هم السي اللي هي الكوهيجن والتماسك يعني، وكمان مين؟ الانجل اوف انترنال فريكشن اللي هي زاويه الاحتكاك الداخلي للسويل. ودولت خواص مهمه جدا جدا عشان تحسب بعد كده البيرنج كاباستي، وعشان تدرس الايرث بريشر، وعشان تدرس الاستابيليتي اوف سلوبس، مهمين جدا جدا جدا. بكده يبقى احنا طلعنا الشير سترينث بارامتر باستخدام تجربه الدايركت شير او ساعات بيسموها الشير بوكس. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.